الدورة كتمتاز اليوم بمشاركة 13 جنسية اللي جات كتشارك في سباق صحراويات 40 ايكيب، يعني 80 امرأة اللي غتجري وغتحاول ما أمكن تقوم بجمعية من مجموعة من الألعاب الرياضية باش تقدر تربح أو تزكي الجمعية اللي كتجري من أجلها وتقدر تاخذ سباق صحراوية. عندنا نساء من فرنسا، عندنا نساء من مجموعة من الدول الأفريقية، من أمريكا، من بنما، من المغرب، هناك شباب شابات كثيرات مهندسات، عندنا جوج من لي بيلوت، عندنا واحد الشريك معين اللي هما في هذا السباق ديال هذه الدورة 2019. الكل كيدور على تضامن، انتم عارفين بان السباق الصحراوية سباق تضامني اولا، نسائي تضامني اللي كيحاول ما امكن يحفز المراه انها تخدم وتجري بالنسبه لكل ما هو هاجس ديال المراه، سواء المراه الهشه، سواء النساء الارامل او النساء العازبات اللي عندهم مشاكل ديال الاطفال، الاطفال الوهاق، الاطفال اللي مرضى، جمعيه لي زامي دو بونغوز اللي كتهتم بالنساء مرضى السرطان، جمعيات اللي كتهتم مرضى الألزهايمر، وجمعية كتهتم كذلك بالبيئة. يعني هناك مختلف ديال الجمعيات، 40 جمعية اللي كتبارى اليوم باش تحاول ما أمكن تاخذ بلاصتها. المهم هو ماشي هو النجاح، ولكن المهم هو أنه المشاركة، أن هاد النساء كتحلم الفرصة أنهم يتواصلوا ما بيناتهم، أنهم يحاولوا ما أمكن يلقاو واحد سبل ديال التفاوض وديال النقاش باش يحاولوا ما أمكن يوصلوا لواحد التعارف كيعطيهم فرصة أنهم يدخلوا في واحد التواصل ما بيناتهم وكيبقاو أون كونتاكت وكيحاولوا ما أمكن يوصلوا لواحد النتيجة، خاصة في ما يخص تمويل الجمعيات، ما يخص تمويل المشاريع ديالهم كنساء. الفقرات كاين كما كتشوفوا دابا كاينة لوكوموت، يعني بدات لا كورس برينسيبال ديال الصحة. جهة ديال العزيز على قلبنا اللي هي الأقاليم الجنوبية، عندنا دوزيكيب من الدخلة، دوزيكيب من العيوب، وأون إيكيب من كولميم. ودابا في لو برولوغ غيقوموا البنات بواحد سباق في وسط المدينة، وهو في نفس الوقت بحال كيقلبوا على أشياء ونصوص وسط المدينة، وهكا بواحد الطريقة باش كتعرفوا أولا كتعرفوا هاد 13 جنسية اللي جات على المدينة. ومن بعد عندنا غدا في تي تي، عندنا في السباق الليلي اللي هو تا هو واحد المرحلة اللي هي جدا مهمة، تيكون فيها واحد السباق الليلي. عندنا الكانوا بالصواريخ، عندنا كذلك المايكين، يعني واحد خمس أيام ديال سباقات مختلفة بدنية اللي كتمر فيها المنافسات باش نحاولوا بحال ما يمكن يحققوا واحد السكور يعطوهم الفرصة أنهم يمشوا لقدام. كتشوفوا غادي نعطيو الانطلاقه ل كومون دي ليديسيون الدوره الخامسه. اوكي كتشوفوا اليوم الانطلاقه ديال الدوره الخامسه. لا احسن تعاودي كاع، ليلى وعشي
رئيسة جمعية لاكونت داخلة من الدول من الضيمة السيروية. كما تتشوفوا غادي نعطيو لي انطلاقة الدورة الخامسة ديال الصحراوية اللي هذا العام تتشوف واحد المشاركة مهمة من جميع المناطق من جميع البلدان اللي جايين من افريقيا من امريكا حتى من فلسطين وخا موجودة هنايا من بلدان ديال لاميريك دو سود المغربيات اللي جايين من الدار البيضاء من الرباط جايين حتى من وجدة وكاينين مناطق جنوبية ديالنا الدخلة والعيون وكاينين لأن درنا واحد المجهود كبير مع لافونداسيون فوسط القرع اللي جمعنا تقريبا 100 مرأة من الأقاليم الجنوبية par l'EMSI, l'agence marocaine de la coopération internationale, pour le soutien de Sarioua, ça fait une aide solidaire pour les femmes. Pour s'entretenir, ce n'est pas vraiment une compétition, on est là entre soeurs et on se soutient. Sans la femme, il n'y aura pas de développement avec le soutien des femmes. On va avancer l'Afrique. Et merci, c'est ma première fois et c'est sa deuxième fois. كانت هذه المشاركه مهمه لينا باش ندافعوا على اسوسياسيون منار وحنا فخورات بزاف بهذه المشاركه ديالنا اوني فريمون تري 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 كنتين الاولاد ان شاء الله نروح حنا الاولاد ولكن كانت صعيبه شويه في الاول ولكن الحمد لله وصلنا على خير وفرشنا مهم مشاركه الشباب ديال هذه المدينه ديال الدخله زوينه بزاف ومن الريح تبرد شويه بس فرشنا مشينا شويه بالزربه باش نوصلوا مي فوالا دونك حنا فرحانين بزاف وان شاء الله نبقاو الاولين عاوتاني هذا غير النهار الاول اسمه كنزة بن عمر وجهه على عشيشتي وحنا كنشاركوا باسم لو سي بي كنخدموا مع لو سي بي ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.